شيخ يعرفها طلعك على التلفزيون. بسم الله الرحمن الرحيم. ها هو لواء التوحيد وأحرار سوريا يجتمعون على قلب رجل واحد. إن شاء الله بعد قليل سوف تبدأ عملية العقبة. يا من فقدت أخا، يا من فقدت ابنا، يا من فقدت غاليا، اليوم سوف ننتقم من المجوس، من الكلاب، من عصابات الأسد المجرمة. إن شاء الله بعد قليل سوف تسمعون في الأخبار الطيبة. إن شاء الله. تكبير. الله أكبر. الله أكبر.